أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع هذا العنوان. تلقينا مساهمة كريمة من مؤسسة أساس التركية، هذه الجمعية التي عودتنا على أن تقدم لنا الوجبات الساخنة وإطعام المراجعين وإطعام العاملين في المستشفى، الفريق الطبي الذي يبيت 24 ساعة بالمستشفى ويحتاج